بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هتكلم دلوقتي على الجزء الأول من محاضرة البون تيومرز. البون تيومرز قلنا هنقسمها إلى 3 أجزاء. الجزء الأولاني هنتكلم على الأبروتش، لو شفنا بون ليجن سواء تيومر أو تيومر ميميك هنتصرف معاه إزاي. بعد كده هنقول العائلات نفسها، أنواع البون تيومرز. بعد كده في الآخر الحاجات اللي بتشبه البون تيومرز والدون تاتش ليجنز. الأبروتش بتاعنا بيعتمد على اللهم على 5 حاجات. في كل حاجة منهم هنقسمها إلى 3: الـ age، الـ pattern of destruction، الـ location within الـ bone، و signs of aggressiveness من بره، وحاجات تانية من جوه. نبدأ بأول حاجة الـ age، وقلنا هنقسم كل حاجة لـ3. واحد فيهم هيبقى السن الصغير خالص، بنسميه الـ immature skeleton، اللي بعديه mature skeleton، التالت هو الـ elderly. ونقول ان مثلا هنا في ليجن موجود في الابيفيسس، وهنا في الابيفيسس، وهنا برضو في الابيفيسس، يعني تقريبا نفس اللوكيشن، اللي هيختلف هو السن. طالما السن هيختلف ده هنحط له كلمه بلاستوما، هيبقى كوندروبلاستوما، ده جاينت سيل تيومر، ده هيبقى نبص في ارثرايتس يبقى ده ديجنريتيف سيست. يعني ممكن يكون ليشنز واخده نفس اللوكيشن والشبه قريب من بعضيه، واللي هيفرق هو السن. نقول كده شيء من التفصيل. عندنا البون بتتكون بذات اللونج بونز من ابيفيسس اللي فيه ابيفيزيال سنتر سكن، اللي هو سكند سنتر اوف اوسيفيكيشن، وفي هنا الابيفيزيال بليت اوف كارتليج او اللي اسمه الفايسز، الحته اللي جنبيه ميتافيسس، الحته اللي بعيد عنه ديافيسس. فده عندنا اماتيور سكيلتون لسه ما قفلش، لسه ما لحمش، في ابيفيسس ميتافيسس ديافيسس. تمام، الحته دي اسمها قلنا فايسس، اللي بعد الفايسس اسمه ابيفيسس، امال ده اسمه ايه؟ ابوفيسس. الاثنين اوسيفيكيشن سنتر، لكن ده بيشارك في جوينت، بيشارك في الطول بتاع الولد او البنت، اما ده ما بيشاركش في جوينت، ما بيشاركش في طول، لكن بيدي ليجامنتس وتندينس اتاتشمنت. ان جنرال الليجن اللي هيجي في الابيفيسس هو هو برضه الليجن اللي هيجي في الابوفيسس. نكمل، يبقى ده كده اماتيور سكيلتون، ده خلاص الفايسس لحمت فاسمه ماتيور سكيلتون. ده بقى كبر كمان في السن لدرجة ان بدأ يحصل arthritis و degeneration. فدول الـ3 مراحل بتوعنا، لو شفنا نفس الليجن، نفس الليجن او عفوا نقول نفس المكان لكن السن مختلف، ال differential diagnosis هيختلف. في radiology assistant يعني عامل article طبعا جميلة جدا، مقسمهم الى مجموعتين، اصغر من 30 سنة واكبر من 30 سنة. هو يقصد الفايسز ده الابيفيزيال بليت لحم ولا لا، ولو لقينا ليجن هنا طفل صغير اصغر من 20 سنه مثلا ولا حاجه كوندروبلاستوما. نفس الليجن لكن بعد ما حصل ماتيوريشن سكيليتال ماتيوريتي جاينت سيل تيومر. اما لو كبر خالص ممكن يطلع ايه؟ ديجنريتيف سيست اللي اسمها جيود سيست. فده كده الليجن ده كوندروبلاستوما، ده جاينت سيل تيومر، ده سبكوندرال ديجنريتيف سيست اللي اسمها جيود. بس نخلي بالنا مع الالدرلي بيبول اي ليجن نخاف لحسن يكون ميتاستاسيس، لازم نستبعد الميتاستاسيس. فاول حاجه خدناها في السيستماتيك ابروتش بتاعنا هو الايدج، تاني حاجه الباترن اوف بون ديستراكشن. عندنا 3 باترن اوف بون ديستراكشن، يا اما الليجن انا شايفه فبنسميه جيوغرافيك باترن، يا اما الليجن هنا انا مش شايفه لكن قاعده في نقطه سودا هنا ونقطة سودة هنا ونقطة سودة هنا ونقطة سودة هنا، نقط سودة كتير بنسميها multiple small lytic lesions، أو كأن وكلها أرادة أو عدة أيا كان بقى، يعني اللي ده التسمية اسمها moth eaten appearance. يا إما ليجن سارح في العظمة. يعني إيه سارح في العظمة؟ لأول وهلة لو بصيت أنا ممكن أميس الليجن، لكن لو بصينا كده بدقة الكورتكس هنا بريزيرفد، لكن الكورتكس هنا ديستراكتد، الكورتكس هنا بدأ يبقى برضه ديستراكت، هنا كومبليتلي. ففي هنا ال ديفايند كورتيكال ديستراكشن. طب الميدلري كافيتي هنا كان شكله كويس لكن هنا في ال ديفايند لايسز، ال ديفايند بلاستيك ارياز او سكلروتيك اريا. طالما في ال ديفينيشن الونج الميدلري كافيتي وال ديفينيشن ديستراكشن للكورتكس، الليجن ده موجود لكن مش قادر احدده، ده اللي بنسميه بيرميتيف باترن اللي هو سارح على مدى العظمه. فعندنا كام باترن اوف بون ديستراكشن؟ الليجن طالما شايفه بنسميه جيوغرافيك بون ديستراكشن. الليجن عباره عن ليجنز الصغيره سواء متجمعه او سكاترد،
تمام، بنسميها موث ايتن بون ديستراكشن، ودي بتدينوت ان مور اجريسيف بيهيفير رابيدلي جروينج ليجنز. لكن هنا انا مش شايف الليجن، بس الكورتكس دي كويسه، الكورتكس دي بدات تبقى ايرودت، المدلة الكافيتي كان هنا كويس، المدلة هنا ايل ديفاينت لايسيس. طالما بدات تشك ان في هنا ليجن وشايف الافكت بتاعه لكن مش شايفه، ده اللي بنسميه بيرمييتيف باترن، وده كاركترستيك لهايلي مالجننت سيل تايبس اللي بنسميها راوند سيل تيومرز. دي جروب اوف اندفرنشيتد هايلي مالجننت هايلي اجريسيف رابيدلي جروينج سيلز، في الاطفال الصغيرين المثال بتاعنا اللي ممكن يعمل كده الايوينج ساركوما، في الكبار المثال اللي ممكن يعمل الباترن ده هي الليمفوما اند سو اون. يبقى الجيوغرافيك باترن اللي هو انا شايف الليجن له ثلاثه سب تايبس، يا اما المارجن بتاعته ويل ديفايند سكليروتيك، يا اما المارجن بتاعته ويل ديفايند نون سكليروتيك، يا اما ال ديفايند، هنقولهم دلوقتي حالا. ويل ديفايند مارجن او الليجن انا شايفه ده جيوغرافيك، المارجن بتاعته سكليروتيك اول اراوند نسميها مارجن 1A، ده دليل ان هنا في بور بايولوجيكال اكتيفيتي، سامح للعظمه انها تكون لاير حواليه وده لاير من العظم حواليه، وده غالبا مع البي 9. طب المره دي ويل ديفايند لكن نون سكليروتيك، مفيش اكسترا دينستي هنا، مفيش بون، مفيش كومباكت بون هنا، مفيش سكليروزس، فطالما ويل ديفايند نون سكليروتيك دي بدانا نخش في مور اجريسيف ليجن بنسميها 1 بي مارجن، طلعت مايلوما. لكن هنا انا شايف الليجن بس مش قادر احدد حدوده، فده ايل ديفايند جيوغرافيك ايل ديفايند او 1 سي، تمام، وده كده مور اجريسيف ليجن. طبعا احنا هندور كمان شويه على الكورتكس حصل فيه ايه، البري اوستيم ليه، هنحط هناد مور اجريسيف كريتيريا ليتر اون. اما الموث ايتن باترن عباره عن ايه؟ هولز وزين البون مالتيبل سكاترد سمول ليتيك ليجنز، والكورتكس بيحصل فيها ايه؟ سكالوبينج، بيحصل فيها ريجولار ايروجن، فعندنا بيسرح الونج الميدلري كافيتي يعمل مالتيبل سمول ليتيك ليجنز، والونج الكورتكس يعمل سكالوبينج او اندنتيشنز، ده اللي اسمه موث ايتن باترن او مالتيبل مايلوما المثال بتاعنا ده، مش مجرد هنا ده، هنا وهنا، بتبقى غالبا سكاترد الونج موست اوف ذا ايمجد بونز. اما البيرمياتيف بورلي ديفايند ميدالري ليتيك ليجنز او ميكسد ليتيك مع سكلوريتيك، يا اسود يا اسود وابيض، والكورتكس ايه اللي بيحصل فيها؟ بورلي ديفايند كورتيكال لايسز او كورتيكال ديسربشن، انا عارف ان في هنا ليجن بس مش قادر احدده خالص. دي الباترن بتاعت البيرمياتيف اللي امثلتها ممكن تبقى ايوينج ساركوما، ليمفوما، لوكيميا اند سو اون. يبقى خلاصة القول الباترن اوف بون ديستراكشن يا اما جيوغرافيك انا محدده سكليروتيك مارجن ويل ديفايند سكليروتيك مارجن اللي هي المارجن 1A، يا اما ويل ديفايند نون سكليروتيك مارجن اللي هي 1B، يا اما ايل ديفايند مارجن اللي هي 1C، لكن التلاتة انا شايفهم عشان كده مدي لهم ايه؟ جيوغرافيك باترن. طيب المالتيبل سمول هولز الونج البون بنسميها ايه؟ موث ايتن باترن. ال ill defined medullary osteolysis ill defined cortical destruction سارح على مدى العظم بنسميه permeative pattern of bone destruction. ونعمل براكتس كده بسيط، ده bone lesion له will defined sclerotic margin، sclerotic اللي ايه؟ خط ابيض حواليه، يبقى ده ايه؟ geographic 1A، مش مشكله الدايجنوزس دي هناخدها later on مع العائلات واحده واحده. طيب ده ويل ديفايند ليجن لو نون سكليروتيك مارجن يبقى 1B. طب المره دي ده دوائر صغيره الونج الميدالري كافيتي والونج برضو الكورتكس، يبقى دي الموث ايتن باتر. طيب ده انا شايف الليجن لكن المارجن ايل ديفايند، انا مش قادر احددها، قادر احددها هنا لكن مش هنا، طالما مش سيركمفرنشالي ويل ديفايند بقت ايل ديفايند جيوغرافيك باترن اللي هو 1C. اما هنا ill defined osteolysis mixed مع sclerosis along the medullary cavity ill defined cortical destruction cortical disruption تمام whether على inner cortex او outer cortex هنسميها permeative bone destruction. يبقى احنا خدنا كده، خدنا العيله الاولانيه او الثلاثه الاولانيين age، الثلاثه التانيين البون destruction،
هناخد دلوقتي التلاتة اللي بعد كده اللي هي اللوكيشن السايت بتاعها، وده فيه تلاتة موجودة في أنهي عظمة؟ موجودة فين في اللونج بون؟ هل الإبيفيسز ميتافيز إليها ويتش بارت ألونج البون لينث؟ موجودة في أنهي جزء ألونج البون ويدث أو البون سيركمفرنس؟ كورتيكال ولا سنترال ولا إكسنتريك؟ وندي أمثلة. ده كده موجود في أنهي عظمة؟ وليكن هنا الرايت تيبيا، الليفت فيمر، الرايت هيومرس، يبقى أنهي عظمة؟ طب موجود فين في البون لينث؟ ده إبيفيزيال، ده ميتافيزيال، ده دايافيزيال. طب موجود فين في الالونج السيركمفرنس؟ ده سنترال، اما ده اكسنتريك وطالع على بره، بنسميها جاكستا كورتيكال او باروستيان، اما ده سنتريك او سنترال. وناخدهم بقى واحده واحده. لوكيشن وذين البودي هيهمني، ايوه، لان في اماكن معينه ما بيجيش فيها غير ليشنز معينه، زي ليشن زي ده ليتك ويل ديفاين دي ليشن في السكال لو طفل از انفيلد جرانيلوما. طيب ده عندنا سنترال ميدالري سكليروتيك ليجن، تمام، ويل ديفايند، ده ممكن يكون ان كوندروما والديفرنشال بتاعه بون انفاركشن، يعني ليميتد ديفرنشال. طيب ده كالكينيس ويل ديفايند سكليروتيك مارجن اللي هي 1 اي جيوغرافيك، وفي سنترال كالسيفيكيشن في كالكينيس، اذا فهو انتر اوسيس ليبوما اند سو اون. عندنا بقى لسته كبيره، بعض الاماكن بيجي فيها بعض الليجنز زي الادامنتينوم مثلا، تحب المانديبل، السمول عفوا سيمبل بون سيست، تحب البروكسيمال هيومرس، ان كوندروما، تحب الهانس، اند سو اون. فوجوده في مكان معين في الجسم يريحنا في التشخيص. هنا كالكينيس ويل ديفايند ليجن في الكالكينيس سكليروتيك مارجن، ما فيش اي ماتريكس جواه، اذا فهو سيمبل بون سيست. طيب ويل ديفايند اكسبانسايل ليتيك ليجن وفي سنترال كالسيفيكيشن بنسميها كوندرويد كالسيفيكيشن، يعني منقطه ومزركشه جواها، اذا فهو وفي هاند يبقى كوندروما. طيب ويل ديفايند اكسبانسايل ليتيك ليجن منشن على السيكرم، اذا فهو كوردوما اند سو اون. مش مشكله طبعا، عندنا الاسماء او الليجنز هناخدها ليتر اون. اللي بنقصده هنا ان وجودها في مكان معين بيساعدنا في ناروينج للديفرنشال دايجنوزيس. طيب الونج البون لين، يعني هل في الابيفيسز ولا في الميتافيسز ولا في الديافيسز؟ لان في سيرتين ليجنز بتيجي في اماكن معينه، على راسها طبعا الابيفيزيال ليجنز، وذر ده كان اماتيور ولا ماتيور، ليها نارو ديفرنشال دايجنوزس، ودي اللي احنا خدناها قبل كده. ده في ايه بالظبط؟ ده في الابيفيسز زائد اماتيور سكيلتون، يبقى ويل ديفايند ديليشن في الابيفيزيه. في اماتيور سكيلتون اللي هو في تشايلد بقت كوندروبلاستوما. طيب ده ميتافيزيال، عايزين حته ثانيه عشان نشخصه، زائد بيدانكيليتد ودايركتد قوي بقت قوي من الجوينت، بقت اكزوستوزس او اوستيوكوندروما. تمام، يعني المكان بيساعدني وعلامه ثانيه، المكان بيساعدني وعلامه ثانيه. ناخد الليشن الثالث، ده دايافيزيال وكمان في بون فراجمنت في وسطيه، بقت سيمبل بون سيست. الساين دي اسمها فولن فراجمنت ساين، يعني في كل مكان بينارو الديفرنشال، احط عليه علامه ثانيه هتلاقيني وصلت لسيرتن دايجنوزس. طيب لوكيشن وذين البون ويدث او البون سيركمفرنس يعني ايه؟ الليجن ده موجود وذين الكورتكس اللي هي ثيكند حواليه، الليجن ده اكسنتريك متطرف في الميدالري كافيتي. طيب ده شكله سنترال، لا طلع من اللاترال فيو برضه اكسنتريك، لذلك انا لازم اعلق على الليجن في الاثنين فيوز، فدول مالتيبل اكسنتريك ليجنز. طيب ده سنترال او سنتريك ليجنز، تمام، وهكذا. زي ما قلنا قبل كده عندنا ابيفيسز ميتافيسز ودايافيسز. الابيفيسز هم فيو ليجنز اللي بيجوا فيه، فلذلك الديفرنشال دايجنوز بيبقى نارو، كويس ان انا اقدر اشخص بسهوله فيه، وبيختلف حسب السن، هل يونج بيشنت هتقوم قايل كوندروبلاستوما فيرسس انفكشن مثلا، هل ماتيور بيشنت فوق ال 20 سنه جاينت سيل تيومر هتتحط في الديفرنشال، هل elderly بيشنت ومعاه شويه ارثرايتس، اذا فالديجنريتيف سيست هتتحط في الديفرنشال. ودول الثلاث امثله اللي احنا خدناهم
نفس الليجن في الابيفيسز، هنا اماتيور اللي هو الاوبن بايسز كوندروبلاستوما، هنا ماتيور اللي هو كلوز بايسز بقى جاينت سيل تيومر، هنا elderly ومعاه شويه ناروينج للجوينت على اوستيوفايت اللي هي علامات الارثروزس او الارثرايتس، اذا بقت ديجنريتيف سيست. بس نخلي بالنا دايما في كبار السن لازم نستبعد الميتاستاسيس. طبعا هنا الليجن ابيفيزيال وسلايتلي ميتافيزيال، ده بقى ابي ميتافيزيال، انا اللي بيهمني الابيفيزيال كومبوننت، تمام، هو ده اللي بينارو الديفرنشال بتاعي. طيب اللي هيتعامل بقى معاملة الابيفيسيس حاجة تانية اسمها الابوفيسيس وكذلك السيسمويد بونز. ونفتكر كده من الاناتومي ان الابيفيسيس هو الاوسيفيكيشن سنتر اللي بيشير في جوينت واللي بيكبر البون او بيطولها، زي اللي هنا الابيفيزيال سنتر ده اللي هو بعد الفايسيس بيشارك في جوينت اللي هنا الهيب جوينت وبيشارك في طول العظمة. اما الابوفيسيس سيبريت اوسيفيكيشن سنتر هيفيوز مع البون ومش هيشارك في جوينت، لكن هيدي امبورتنت انسيرشن سايت لتندون او ليجمنت، زي هنا الابوفيسيس بتاع الجريتر تروكانتر او حتى بتاع الليسر تروكانتر بيدي ليجامنتس او تندينس اتاتشمنت، هنا مثلا الجلوتال ماسلز، هنا اليسوس بعد الفايسز وبعد الفايسز، ما بيشاركش في جوينت، ما بيشاركش في طول العظم. السيسمويد بونز اكبر سيسمويد بون عندنا هي الباتيلا اللي بتبقى موجوده في وذين تندون زي الكوادريسبس والباتيلا تندونز. التلاته دول ليهم نفس الليجنز، يعني الليجن اللي هيجي في الابيفيسز هو هو اللي هيجي في الابوفيسز هو هو اللي هيجي في الباتيلا. وناخد اكزامبل، احنا قلنا ده اماتيور سكيلتون، الفايسز لسه موجود لسه ما لحمش، وبالتالي لو لقيت ليتك وديفايند ليجن في الابيفيسز اذا هيبقى كوندروبلاستوم. طيب ده المرة دي جريتر تروكانتر ولسه الفايسز موجود، الفايسز موجود يعني اماتيور سكيلتون، ويل ديفاين ليتيك ليجن اماتيور سكيلتون في ابوفيسز كوندروبلاستوم، اماتيور سكيلتون ويل ديفاين ليتيك ليجن في الباتيلا كوندروبلاستوما. يبقى اذا الابوفيسز والابوفيسز والسيسمويد بون ليهم نفس الليجنز. طب لو كانت الباتيلا دي اوف ماتيور سكيلتال ماتيور انديفيدوال اذا فهي جاينت سيل تيومر اند سو اون. طيب الميتافيسز او الديافيسز، تمام، الاثنين مع بعض، لو كان الليجن بقى الونج البون ويدز سنتريك هيبقى في ديفرنشال دايجنوزس، زي هنا البروكسيمال هيومرس في ميتا دايافيزيال ريجن لكنه سنترال او سنتريك، هيطلع بعد كده سيمبل بون سيست. طب المره دي ده سنترال ميدالري ليجن لكنه سكليروتيك مش ليتك، هيطلع انكوندروم اند سو اون. فلذلك وجوده في وسط العظمه هينارو الديفرنشال، ده سنترال. طيب ده اكسنتريك متطرف او بنقوله كورتيكال بيست ليجن، نفس الكلام كورتيكال بيست لكن ده ويل ديفايند سكليروتيك مارجن اللي هو 1 اي جيوغرافيك، اذا ده شكله بيناين في اماتيور سكيلت هنطلعه فايبرس كورتيكال ديفكت. طب ده اجريسيف ليجن عامل كورتيكال ديستراكشن وبرده اكسنتريك وفي كمان سوفت تيشو، لا ده شكله اجريسيف او نيو بلاس مالجننت ليجن اند سو اون. اللي بعديه كورتيكال، يعني الليجن موجود وذين الكورتكس بس عامل لها اريتيشن وعامل لها سموث كورتيكال ثيكنينج، اللي بيعمل كده اللي هو ريديلوسنت ليجن البلاك بنسميه ريديلوسنت هنا وعامل كورتيكال رياكتيف كورتيكال ثيكنينج، ده ليجن اسمه اوستيويد اوستيوما. طب الليجن ده عامل سم سورت اوف كورتيكال ديستراكشن وفوقيه الخط ده اللي هو البيري اوستر رياكشن، ولما تابعناه بدا يملع عظم، بدا يحصل سكليروزس وسيجنيفيكانت كورتيكال عفوا بيري اوستر رياكشن، ده اوستيومالايتس. لذلك خلي بالك ان الاوستيومالايتس دائما وابدا بتيجي ديفرنشال دايجنوزس الليجنز اللي بتدستروي الكورتكس واللي بتسبريد اجريسيفلي along الميدالا، تمام. فده كورتيكال ليجن كان بيناين، اما ده كورتيكال ليجن اوستيومالايتس. طيب جاكستا كورتيكال اللي هو بره الكورتكس، ده ليجن مثلا الكورتكس كونتينيوس مع المذر بون، الميدالا ريكافيتي كونتينيوس مع المذر بون وبيتجه دايركتد اوي من جوينت، هيبقى الاكزوستوزيس او الاوستيوكوندروما. طب الليجن ده كونتينيوس برضه مع المذر بون وعباره عن كالسيفايد ماس،
جاكستا كورتيكال، اكسترا كورتيكال، تمام، مريحه كورتيكال بيزد على العظمه، والسنتر بتاعها مور دنس عن البريفرال بارت، طلعت مالجننت تيومر اسمه باروستيال جاكستا كورتيكال، اللي هو الباروستيال اوستيو ساركوم. لذلك وجود الليجن في مكان معين بيساعد في الدياجنوزس، وقلنا along البون ويدث او البون سيركمفرنس، ده هيبقى سنترال او سنتريك، وده هيبقى اكسنتريك، وده كورتيكال ليجن، اما ده جاكستا كورتيكال او باروستيال. ونعمل كده براكتس، ده مثلا ايه، ده كده سنترال او سنتريك وجاي فيه الديافيسس، يبقى سنترال ديافيزيال، مش مشكله طلع ايه، هو طلع سيمبل بون سيست. طب اللي بعديه ده اكسنتريك او بنسميه كورتيكال بيست في اماتيور سكيلتون، يبقى اكسنتريك ميتا ديافيزيال، طلع نوف نان اوسيفاينج فايبروما. طب ده اجين سنترال ديافيزيال سيمبل بون سيست. طيب ده سنترال ايبيفيزيال، تمام، وفي عيان عنده ارثرايتس يبقى ديجنريتيف سيست. طب ده سنترال ديافيزيال، تمام، وفي شويه اكسبانشن في اماتيور سكيت، طلعت انيوريزمال بون سيست اند سو اون. مطلوب مني في المرحله الاولانيه دي انا مش عايز نوصلكم الدايجنوزس، انا عايز ازاي نوصل للدايجنوزس، الابروتش بتاعنا ايه. يبقى خدنا لغايه دلوقتي الثلاثه ايتمز بتاعت الايدج، نختار واحده منهم، الثلاثه ايتمز بتاع الباترن ديستراكشن نختار واحده منهم، اما الصفوف اللي هنا فهنفيل ممكن كله مع بعض. اللوكيشن ويتش بون ويتش بارت along اللينث epiphyseal ولا ويتش بارت along البون ويدز السيركمفرنس كورتيكال ولا سنترال ولا. طيب الثلاثه اللي بعديهم فيتشرز اوف اجريسيفنس، وهناخدها من بره الليجن وانت طالع لبره، وبعد كده هتيجي في لسته ثانيه واحنا داخلين لجوه. واحنا طالعين لبره هنبص على الكورتكس ديسترويد ولا لا، هل في براها بيري اوستيال رياكشن ولا لا، هل في براه اكسترا اوستيال سوفت تيشو كومبوننت ولا لا. يعني هنا في جروس كورتيكال ديستراكشن، هنا في خطوط بيضاء بيربنديكولار على العظمه، دي اللي بنسميها ايه بيري اوستيال رياكشن، اما هنا العظمه ديسترويد وفي حواليها اكسترا اوسيس سوفت تيشو كومبوننت، فدي علامات الاجريسيفنس. اول واحده فيهم كورتيكال ديستراكشن، على الرغم انها كومن فايندنج لكن بيقول لك نوت فيري يوسفول ان ديفرنشيتنج او ان ديستنكشن بتوين المالجننت والبناين. ده ليه؟ هي بتتشاف الكومبليت كورتيكال ديستراكشن مع هاي جريد مالجنسي، بس للاسف برضه ممكن تتشاف مع اسينوفيليك جرانيلوما دي نون مالجننت كونديشن، ومع الاوستيو مايلايتس اللي هي صوره انفكشن، تمام. ودي هنا عندنا جروس او كومبليت كورتيكال ديستراكشن، وده كان مالجننت تيومر، وفي الفيتشرز الثانيه هنقولها بعدين، طلعت اوستيو ساركوما. نخلي بالنا ان في هنا ليجنز بتبقى مالجننت لكن ممكن تشبه البناين في حاجه، انها بتعمل يونيفورم مايلد كورتيكال ديستراكشن، ممكن يكون بناين ممكن يكون لو جريد مالجنس زي الليجن ده. الكورتكس هنا كانت سليمه وهنا حصل مينيمال سموث ثيننج للكورتكس، اسمها اندوستيال سكالوبينج، والليجن نفسه هو ده، ده طلع لو جريد كوندروساركوما، وممكن تعملها برضو البناين ليجن بتاعه اللي هو الان كوندروما. يبقى يا اما يحصل كومبليت كورتيكال ديستراكشن زي مثلا الليجن ده، يا اما يحصل ثيننج اوت للكورتكس من جوه. الطبقه اللي بره الكورتكس بنسميها بيري اوستيوم، الطبقه اللي جوه او العظمه دي من جوه بنسميها اندوستيوم، فلما يحصل ثيننج اوت للكورتكس من جوه بنسميها اندوستيال سكالوبينج، ودي بنشوفها مع بعض البناين ليجنز زي الفايبرس ديسبليجيا، او مع اللو جريد مالجنسي زي اللو جريد كوندروساركوما. ودي عندنا هنا اكزامبل ل مينيمال سموث اندوستيال سكالوبينج، ثيننج اوت للكورتكس بالذات اللي من جوه، ادي تخانه الكورتكس العاديه، لكن دي ثيند اوت وشويه اكسباندد، دي طلعت لو جريد كوندروساركوما. But take care ان احيانا بعض الاجريسيف مالجنس بتعمل اندوستيال سكالوبينج irregular destruction للانر كورتكس، بس مش هو ده بس الليجن، الليجن برضو ايه ده ال ديفايند اوستيوليسيس، ال ديفايند ليتيك ليجنز along الكورتكس، ال ديفايند اوستيوليسيس along الميدالري كافيتي، ده الكرايتيريا بتاعت البرمييتيف بون ديستراكشن اللي اراوند سيل تيومرز، وطلع هنا ايوينج ساركوما. يبقى عندنا complete cortical destruction او
اندوستريال سكالوبينج او بالونينج. البالونينج ده نوع من انواع الكورتيكال ديستراكشن، بيحصل ديستراكشن للكورتكس من جوه اللي هي الاندوستريال بون، وبيأد نيو بون من بره، وبالتالي بيعمل اكسبانشن. اللير اللي من بره دي اسمها النيو كورتكس، يا اما ممكن تكون سموث يا اما تبقى انتربتد، ودي بتعملها بعض التيومرز بالذات اللوكالي اجريسيف تيومر زي جاينت سيل تيومر، على الرغم ان هنا عمل ديستراكشن من جوه الا انه زود لير من بره، ديستراكشن للكورتكس من جوه لكن زود لير من بره، انتربتد نيو كورتكس، والاكسبانشن ده فبنسميها بالونينج تايب اوف كورتيكال ديستراكشن. يبقى عمل كورتيكال ديستراكشن هيخرج بره وهيريتيت البون، هيعمل بيري اوستير رياكشن. البيري اوستير رياكشن لوحده ممكن يكون نون سبيسيفيك الا في بعض الحالات. هو ممكن يحصل نتيجه ايه؟ اريتيشن باي التروم تعمله، الانفكشن يعمله، البيناين تيومر يعمله، والمالجنت تيومر يعمله. طيب يساعدني ازاي؟ لازم اقسمه الى تايبس عشان اقدر اقول ده ناحيه البيناين ولا ناحيه الاجريسيف ليجنز. ففي عندنا منه اتنين تايبس اساسيين. البيناين تايب ده بيحصل مع البيناين ليجنز سواء بيناين تيومر او افتر تروم، اذا فهو مفيد انه ما بيحصلش مع المالجنسي. ده عباره عن ايه؟ سموث كورتيكال ثيكنينج، سوليد كورتيكال ثيكنينج. طيب الاجريسيف تايب بيحصل مع المالجننت تيومرز. طب ليه ما سميناهوش مالجننت تايب؟ لانه بيحصل برضه مع الانفكشن اللي هي اوستيومايلايتس، وبيحصل مع الاسنفيليك جرانيلوما، عشان كده نقول انه اجريسيف تايب اوف بري اوستر رياكشن، يا اما مالجننت يا اما نون مالجننت. طيب في انواع بقى من الاجريسيف تايب، بيرسب لاير من البريوستيوم، بعد كده الليجن اللي جوه اجريسيف ما بيديش فرصه انه يبقى سوليد، فهتلاقي البريوستيوم رسب لاير ثانيه، رسب لاير الثالثه، فاسمه لاميليتد او مالتي لايرد بريوستر رياكشن او اونيوم سكين. النوع اللي بعديه اجريسيف لدرجه انه ما بيسمحش للبريوستر رياكشن انه يتكون لينيري، فالبريوستر رياكشن بيتكون بيربنديكولاري، والسيلز دي اللي هي غالبا تيومر سيلز بتنمو ان بتوين، فده بنسميه سبيكيوليتد تايب اوف بريوستر رياكشن او سان راي سبيكيوليشنز. النوع الثالث ده مور اجريسيف، ما بيديش فرصه للبريوستر رياكشن انه يتكون في النص خالص، لان ده الهايلي مالجننت سيلز، رابيدلي جروينج مالجننت سيلز، وبالتالي البريوستيوم بيتكون على البريفري فيعمل لي شكل تريانجل على الايدجز، بنسميها كودمانز تريانجل. ناخدهم نوع نوع. اول نوع اسمه بيناين بريوستيوم رياكشن، وقلنا ان ده فيري هيلبفول لانه بيحصل مع البيناين كونديشنز سواء بيناين تيومرز او افتر تروما، سموث سوليد تايب. never never انه يحصل مع المالجننت ليجنز، لذلك ده very good in differentiating. زي هنا smooth cortical thickening طلعت osteoid osteoma، smooth cortical thickening. طب حد هيقول الكورتكس وقف لغايه هنا، امال ايه البياض ده؟ احنا هنا مصورين انترو بوستيرور، فدي غالبا يا اما الكورتكس اللي قدام يا اما الكورتكس اللي ورا، بالاضافه لايه؟ للكورتكس اللي على الميديال اسم. smooth cortical thickening ده الاسم بتاعها، او سموث كالاس فورميشن لانه برضه بيحصل بعد التروم، او ويفي بيريوستايتس، او سوليد بيريوستر اكشن، او بوتريسين، نفس الاسم كلهم دليل ان دي اتس كرونيك تايب اوف اريتيشن. وطلعت دي برضه استيويد استيوما، نوع من انواع البون فورمينج تيومرز اللي بتيريتيت الكورتكس. هي تيومر موجود هنا لكن انا مش شايفه، بس انا شايف الرياكتيف سكليروزس اللي حواليه. نفس الفكره هنا، ده سلولي جروينج تيومر قاعد يلي اوت يي ديبوزيت كالسيوم، تمام، فعامل لي سموث كورتيكال ثيكنينج، لكن التيومرز اكشوالي هو الحته الخفيفه دي السمول ريديلوسنسي. فانا عندي قلنا السوليد تايب ده بيحصل حوالين البيناين تيومرز زي السمول ريديلوسنت فوكس دي اللي هي اوستيويد استيوما، او على التروما زي الثين ترانزفيرس انكمبليت فراكشر لاين، ده كاركترستيك ليه؟ للستريس فراكشر. زي ما انتوا فاكرين احنا عندنا تروماتيك فراكشر، وعندنا ستريس فراكشر، وعندنا باثولوجيك فراكشر. فده كده ستريس فراكشر وعامل رياكتيف ثيكنينج او سوليد تايب او بيناين تايب بريوستر رياكشن. نيجي بقى للاجريسيف تايبس وهناخد فيهم ثلاثه. واحد ما بيديش فرصه
للبون او انها تديبوزيتد ريجولارلي، تمام، فيبقى اسمه مالتي لايرد او لاميليتد، ما بيسمحش للبون انها تكونسوليديت. او الاسم الثالث له ايه؟ اونيون سكين لاير، فالثانيه فالثالثه اذا ده اجريسيف بون ليجن. طيب الباترن اوف ديستراكشن ده شكله ايه؟ بيرمييتد باترن. طيب الايدج ده في فايسز، اذا فهو اماتيور سكيلتون، بيرمييتد باترن، اجريسيف تايب بري اوست رياكشن. بدانا نجمع يبقى ده راوند سيل تيومر اللي هو هنا الاشهر ايه؟ ايوينج ساركوما. يا اما يحصل مالتي لايرد، يا اما الدرجه اللي بعديها يتكون البون بيربنديكولار على الكورتكس. كونت بيربنديكولار هنسميها سان راي سبيكيوليشن، تمام، زي الليجن ده والليجن ده. البري اوستيوم اتكون في صوره بيربنديكولار سكليروتيك لاينز على الكورتكس، وفي عندنا هنا برضو بيرمييتيف باترن اوف بون ديستراكشن، وفي ديستراكشن ايريجولار الديفينيشن للكورتكس. ده اسمه اجريسيف تايب بريوس رياكشن او سبيكيوليتد او سان راي. اللي ممكن يبقى مور اجريسيف يكون لي تالت واحد اللي هو الايه؟ كودمان تريانجل. التيومر واكل العظمه مش سامح للكورتكس انها تتكون هنا، لكن هنا بيبقى اقل تيومر سيلز، وبالتالي الكورتيكال ثيكنينج او البيري اوستيال رياكشن بيتكون على البريفري. زي هنا اجريسيف بون ليجن سبريدنج الونج المظله لو ان ديفايند مارجن، عامل سموث ديستراكشن هنا للكورتكس، وفي هنا اليفيشن للبيري اوستيوم على الطرف بتاعه، ده اللي اسمه كودمان تريانجل. وناخد المثال الثاني هنا، في هنا اجريسيف بون ليجن عامل بيرمييتيف باترن اوف بون ديستراكشن، ريجولار ديستراكشن للكورتكس اكسترا اوسيبتيش كومبوننت، لكن هنا ايه؟ اليفيشن للبيري اوستيوم على الايدجز بتاعه الليجن اللي هو كودمان تريانجل او اجريسيف تايب اوف بيري اوستي رياكشن. ونعمل براكتس كده على الكام حاله دول، ده سموث بيري اوستيال ثيكنينج او سموث كورتيكال ثيكنينج اللي هو الايه؟ سوليد تايب بيري اوستي رياكشن بناين تايب. ده مالتي لايرد او لاميليتد اللي هو اونيون سكين او اجريسيف تايب. ده vertical striations يبقى برضو aggressive type اللي هو اللي speculated أو sun ray. ده Codman triangle aggressive type، تمام، ومعاه extra osseous soft tissue component. اوكي يبقى خدنا كده اتنين types من ال periosteal reaction، يا اما ال benign اللي هو solid، يا اما ال aggressive اللي هو كان تلاتة، ال lamellated وال speculated وال Codman triangle. نخلي بالنا من بعض البيتفولز، في بعض الحالات بتعمل بريوست رياكشن لكنها نون نيوبلاستيك، زي لو لقينا خط صغير حوالين العظم، بريوست رياكشن along بون او اتنين او تلاتة في ادلت، والكورتكس تحتها كويسة، المظلة تحتها كويسة، مفيش هيستوري اوف تروما، تمام، ده ممكن يكون حاجة اسمها هايبرتروفيك اوستيو ارثروباثي. ده بيتشاف مع بعض الكونديشنز اللونج ستاندينج، تمام، كورونيك كونديشنز زي مثلا سي او بي دي، زي لانج ابسس، او بعض النيوبلاستيك كونديشنز زي لانج كونديشن لانج كانسر از ا بارت اوف بارانيوبلاستيك سيندروم، ده بنسميه سكندري هايبرتروفيك اوستيو ارثروباسي او بالمونري اوستيو ارثروباسي. وممكن يحصل كبرايمري تايب زي الباكي ديرماتو بيريوستايتس، ده اسمه ننساه يعني ما نعقش نفسينا. عباره عن ايه؟ سموث بيريوستيال رياكشن linear along the all imaged bones. لو شفنا ده تمام نخاف لحسن يكون العيان عنده primary cancer، وده عبارة عن ايه؟ ان secondary features بتاعته. طيب في حالة تانية برضو بتعمل periosteal reaction او irregular periosteal deposition irregular cortical thickening، كأنها شمعة وقاعدة تنزل المية بتاعتها، دي اسمها flowing او dribbling candle wax. الكونديشن دي اسمها ميليريوستوزيس، ودي بتعتبر من انواع السكيليتال او الاوسياس ديسبليجيا، تمام، نفس الفكره الريجولار بريوستيال ثيكنينج او الريجولار كورتيكال ثيكنينج ميليريوستوزيس. طيب الكلام ده بالنسبه للادلت، بالنسبه للاطفال بالذات الانفانتس في اول كام شهر ممكن يحصل الريجولار اسيمتريك بايلاترال لكن اسيمتريك بريوستيال رياكشن، مفيش ليجن اندرلاين البريوستيال رياكشن ده، periosteal reaction irregular thick asymmetric، ده اسمه كافي ديزيز او infantile cortical hyperostosis، وده نفرقه من نوع تاني اللي هو physiological periosteal reaction bilateral thin
سيمتريك سموث بيو سيلكشن، تمام. لكن ده ايه؟ irregular asymmetric. يبقى خلي بالنا ان مش كل بريوس رياكشن هنشوفه هنقول ده مالجنسي. في حاجات تعمل في الاطفال زي الكافي ديزيز او الفسيولوجيك تايب، وحاجات تعمل في الاطفال الكبار زي الميليوستوزيس او الهايبرتروفيك اوستيو ارثروباس. يبقى خدنا الفيتشرز اوف اجريسيفنس، الكورتيكال ديستراكشن بالسب تايبس بتاعته البالونينج والاندوستيلوسكالومينج، البريوستي رياكشن whether ال benign solid type او ال aggressive types. دلوقتي خرجنا كمان بره البريوستم الى extra osseous tissue component lesion destroy ال humeral head، وكمان خرج لل soft tissues اللي بره. lesion خرج في ال soft tissues اللي بره بما فيه من بريوستي رياكشن، lesion عامل massive soft tissue swelling حوالين العظم، كل دي extra osseous soft tissue component including lesion ده اللي ضرب لنا الفيرست ميتاكاربال، كومبليت ديستراكشن، كومبليت ديستراكشن ميدالري كافيتي وللكورتكس، ولارج اكسترا اوس سوفت تيشو كومبوننت. زي ما بنفتكر كلام استاذنا دكتور مندوق محفوظ جزاه الله خيرا، لو لقينا ليجن نيوبلاستيك او اجريسيف كرايتيريا موجوده فيه ديستال للريست او ديستال للانجل للانكل، لازم نفكر ان ده ممكن يكون ميتاستاسيز لسمول سيل لانج كانسر. هي اللي ممكن تعمل ايه؟ ميتاستاسيس ان ابنورمال لوكيشن، لان الميتاستاسيس ان جنرال رير بيوند ريست، رير بيوند الانكل. نجيب التقسيمه الاساسيه تاني، خدنا ثلاثه بالنسبه للايج نختار منهم واحد، ثلاثه بالنسبه للباتر نختار منهم واحد، ثلاثه بالنسبه لللوكيشنز، ثلاثه بالنسبه للساينز اوف اجريسيفنس من بره كورتكس بيريوستي رياكشن اكسر اوس سبتيشو كومبوننت. طب اللي جوه بقى other features، المارجن بتاع الليجن عامله ايه او الحدود بتاعتها، ده اللفظ الافضل zone of transition، الماتريكس بتاعتها عامله ايه، فيها كالسيوم من جوه ولا لا، هل مالتيبل ولا لا، دول ثلاثه بحرف الام. المارجن او الزون اوف ترانزيشن، اتنقلت من النورمال للابنورمال مره واحده بقت سمول زون اوف ترانزيشن، ده حاجه كويسه جدا، ولا ملهاش حدود بقت وايد زون. طيب الماتريكس الليجن من جوه فيه كالسيوم ولا ما فيهوش، والكالسيوم نقط ولا بوتش، هل ليجن واحد ولا مالتيبل ليجنز. فدول الثلاثه فيتشرز المتبقيين ناخدهم واحده واحده، المارجن او الاسم الادق الزون اوف ترانزيشن او الديفينيشن والديفايند ولا ايه ديفايند، ونقول ان الزون اوف ترانزيشن از ذا موست ريلايبل انديكيتور ان ديتيرمينج الليجن ده كان بيناين ولا مالجنت. بس خلي بالك الاوستيوليتيك ليجن، يعني الرول دي مهمه جدا وقويه جدا، لكن بتابلاي على الليتيك ليجن، الليجنز اللي بتاكل العظم، لكن الليجن السكليروتيك اللي بترسب عض كده كده انا اقدر افرق السكليروزس عن الميدالري كافيتي، فهي من الاساس ديفاينبل. وناخد مثالين، المثال الاولاني بيقول ان انا هنا slowly growing lesion، وبالتالي مدي فرصه للعظم انه يكون لاير حوالين الليجن لان عنده بور بايولوجيكال اكتيفيتي، ده بيتشاف اكتر مع البيناين ليجنز زي الليجن ده، كورتيكال بيست او اكسنتريك وله ويل ديفايند سكليروتيك مارجن، تمام، طلع فايبرس كورتيكال ديفيت. اما الليجن ده مور اجريسيف لايكلي مثلا زي المالجنسي او زي الانفكشن، بتاكل العظم، بتسبريد، بتانفلتريت along البون ترابيكلي، فما اقدرش اقفش لها مارجن. الزون اوف ترانزيشن ما بين الابنورمال والنورمال بتبقى وايد، ما تبقاش سمول، ما تبقاش نارو، ما تبقاش ديفايند. زي هنا اتنقلت من او اتنقلت من الابنورمال للنورمال along مرحله، انا ما اقدرش اقول هنا ولا هنا ولا هنا، تمام، طالما وايد زون اوف ترانزيشن، تمام، ده مور اجريسيف ليجنز. ونخلي بالنا ان الليجن هي سبريد بالطول بالعرض، يعني ايه؟ يعني الونج الميدالري كافيتي بالطول والونج الكورتكس والبريوستيم بالعرض، فلذلك الفاست جروينج ليجن مش هيسمح للبون انه يتكون ويعمل لي لاين اوف ديماركيشن، هنا كبر بالعرض، هنا كبر بالطول، فما اقدرش اقول هي دي كده النورمال، ما هو الليجن تحس انه خلص هنا، لا، ده في هنا كورتيكال ديستراكشن، دليل ان في ليجن تاني مور بس انفلتريتد بياند الايمجينج، تمام، فدي اتس وايد زون اوف ترانزيشن.
ولو قلت ان الليجن هو ده وخلص هنا ده نورمال، امال ايه اللي عمل كومبليت ديستراكشن للميديال كورتكس بتاع الهيومرال هيد؟ اذا الليجن سبريد بيوند الفيجواليزيشن. طالما له ايل ديفايند مارجن دي بنسميها وايد زون اوف ترانزيشن. اما السلولي جروينج تيومر بيالاو التراكيكولار بون انها تكون كلير مارجن عن طريق انها تديبوزيت لاير اوف كالسيوم، فده ويل ديفايند سكليروتيك مارجن، ده دليل انه ايه؟ نارو زون اوف ترانزيشن. ده اب نورمال وده ديفينتلي نورمال اللي بره الحدود بتاعته. يبقى الليجن اللي له سمول او نارو زون اوف ترانزيشن ده بيدينوت ان ده سلولي جروينج بور بايولوجيكال اكتيفيتي، زي الليجن ده له ويل ديفايند نون سكليروتيك مارجن اللي يفتكر معانا دي اسمها جيوغرافيك 1 بي، اما ده ويل ديفايند سكليروتيك ده نون سكليروتيك ده سكليروتيك، يبقى ده 1 بي لكن ده 1 اي. خلي بالك ريد الارم ان بعض الليجنز بالذات لو اوفر 40 years حتى لو كانت benign radiological features الميتاستاسيس والبلازما سيتوما اللي هي السوليتري مالتيبل مايلوما should be considered. ليجن زي ده انا حاسس ان هو well defined، انا حاسس ان هو small zone of transition يعني شكله كده benign، لكن فيه هنا irregular cortical destruction والليجن ده طلع metastasis. السن يا جماعة. اوكي طيب الليجنز اللي عندها وايد زون اوف ترانزيشن دي غالبا اجريسيف فاستلي جروينج زي ده، جروس كومبليت كورتيكال ديستراكشن ايل ديفينيشن وبرمييتيف اند انت، ده مالجنسي اللي هو اوستيوساركوما. بس نخلي بالنا في اتنين كونديشنز ممكن تشبه المالجنسي وهم مش مالجنسي، قلناهم قبل كده الانفكشن والسينوفيليك جرانيلوما. زي هنا انا مش قادر احدد له حدود تمام، وعامل كورتيكال ديستراكشن وسبريد الونج الميدالري كافيتي وفي الاخر طلع اوستيومالايتس، او الليجن ده اماتيور سكيلتون تمام برضو ايل ديفايند زون اوف ترانزيشن وايد زون اوف ترانزيشن كورتيكال ديستراكشن بري اوستير رياكشن وطلع في الاخر اسينوفيليك جرانيلوما. فكل واحده منهم ليها الميمكس بتاعتها اللي لازم نخليها في بالنا. يبقى ده بالنسبه للمارجن او الزون اوف ترانزيشن. مينراليزيشن ماتريكس، هل الماتريكس دي هي ايه اصلا؟ هي الماتريكس، الماتريكس دي الاكسترا سيلولار ماتيريال اللي بيحطها في التيومر تمام، فيها كالسيفيكيشن ولا ما فيهاش كالسيفيكيشن؟ وعندنا اربع تايبس من الماتريكس، يا اما اوستيويد ماتريكس، اوستيويد ماتريكس دي اللي هيتكون فيها كالسيوم صافي عشان كده ممكن يحصل فيها كلاود لايك او بورلي ديفايند باتشز اوف كالسيفيكيشن، باتش سكليروزس زي عندنا الاوستيوساركوما. كوندرويد ماتريكس ده عباره عن كارتليج وليتر اون ممكن يحصل له ايه؟ لينير او دوتي كالسيفيكيشن، بنسميها ايه؟ كوندرويد ماتريكس اللي ممكن يحصل فيها كوندرال كالسيفيكيشن، بانكتد او راوندد كالسيفيكيشن زي الكوندروما او انكوندروما والمالجنسي بتاعها كوندروساركوما. اللي بعديها فايبرس ماتريكس جراوند جلاس ابييرنس، هي لو جريد مينراليزيشن يعني انا حاسس انها ابيض من العظمه العاديه لكن مش لدرجه الكالسيفيكيشن، هنشوف لها منظر دلوقتي ودي بتبقى كاركترستيك للفايبرس ديسبليجيا. اخر واحد ان مفيش اصلا اي كالسيفيكيشن جوه، نو ماتريكس كالسيفيكيشن اللي هي كلير، دي بتبقى بيور ليتيك ليجن زي السيمبل بون سيست. ناخدهم واحده واحده. ايه اللي انا شايفه هنا؟ باتشز اوف دنس سكليروزس تمام، يبقى دنس كلاودي كالسيفيكيشن دي اللي هي اوستيويد ماتريكس وده طلع اوستيوساركوما، اما ده كأن نقط متجمعه على بعضيها. كوندرويد ماتريكس دوتس رينجز اند اركس كالسيفيكيشن، طيب طلعت انكوندروما، ده بقى هوموجينس لو جريد كالسيفيكيشن او هوموجينس لو جريد هاير دنسيتي عن الميدالري كافيتي واقل في الدنسيتي عن الكورتكس، لكن تقريبا كلها كده نفس الدرجه، دي بنسميها جراوند جلاس ماتريكس او فايبرس ماتريكس، دي بتشوفها مع الفايبرس ديسبليجيا، اما دي بقى نو سنترال ماتريكس كالسيفيكيشن، ده بيور ليتيك ليجن زي عندنا السيمبل بون سيست. الاوستيويد ماتريكس في منها درجتين، في درجه منهم
اسمها ترابيكولار اوسيفيكيشن باترن، مش مشكله عندنا الاسم. اللي هي عباره عن ايه؟ ليجن كان ليتك وبدا يديبوزيت دوتس اوف كالسيوم، زي الاستيويد استيوما ممكن تعمل كده، او باتشز اوف ايل ديفايند كالسيفيكيشن. باتشي كالسيفيكيشن بتحصل مع المور اجريسيف تايب زي الاوستيوساركوم، بنسميها كلاود لايك او ايل ديفايند كالسيفيكيشن. بس نخلي بالنا ان في عندنا بعض الليجنز، بعض التيومر هي نفسها ما بتعملش ديبوزيشن لكالسيوم، لكن بتيريتيت البون، فبيحصل عليها رياكتيف سكليروسس زي ايونج ساركوما او لينفوما. نفس الفكره، الاثنين دول بيعملوا رياكتيف سكليروسس، لكن هم فالعظمه بتبيض ريلاتيفلي، لكن مش هي اللي عندها اوستيويد ماتريكس. فدي الديفرنشال دايجنوزز بتاعنا. دي كده العيله بتاعت الاوستيويد ماتريكس، كلاودي كالسيفيكيشن زي حالات الاوستيوساركوما، هنا دينس كالسيفيكيشن او دينس كالسيفيكيشن تاني زي الانستوزس، باتشي ال ديفايند كلاودي كالسيفيكيشن تاني مع كورتيكال ديستراكشن بيرميتيف باترن اكسترا اوس سوفت تيشو. انا قاعد اجمع بقى الساينز اوف اجريسيفنس، طلعت ايه؟ اوستيوساركوما. اما الكوندرويد ماتريكس بنسميها بوب كورن كالسيفيكيشن، عباره عن فاين دوتس ستريبنت او دينس برضو دوتس اللي هي رينجز اند اركس او المنظر ده. هتقول لي طب دي جوه العظم ودي جوه العظم، اما دي الليجن بره العظم زي الاوستيوكوندروما وحواليه كارتليج، والكارتليج ده هو اللي ديبوزيتد فيه الكالسيوم. دي رينجز اند اركس او كوندرويد كالسيفيكيشن. ولما نشوف الكالسيفيكيشن دينس في السوفت تيشو اللي حوالين العظميه بهذا الشكل، يبقى غالبا حصل في مالجنت تشينجز هنقولها ليتر اون. او نفس الفكره دي جوه العظمايه بوب كورن كالسيفيكيشن اللي هي ماشيه مع كوندرويد ماتريكس او الليجن اللي اسمه ان كوندروما. نبراكتس ده كده ايه؟ دوتس اوف كالسيفيكيشن سنترال ميدالري او كوندرويد ماتريكس اللي هي ان كوندروما، باتشي ال ديفايند كلاودي كالسيفيكيشن انترا اوسيوس والاكسترا اوسيوس كومبوننت معانا او اوستيويد ماتريكس اوستيوساركوما، جراوند جلاس سنترال ميدالري ماتريكس ومعاها سموث اندوستيال سكالوبينج، تمام طلعت فايبرس ديسبليجيا. اما ده نو ماتريكس كالسيفيكيشن، ده بيور ليتيك ليجن طلع سيمبل بون سيست. يبقى خدنا الام الاولانيه المارجن او زون اوف ترانزيشن، الام الثانيه الماتريكس، الام الثالثه المالتيبليسيتي. معظم الليجنز هنلاقيها سوليتري، لكن في بعض الليجنز مالتيبل بنسميها بوليستوتيك. لو تحت ال 30 انا ماشي مع البيناين ليجنز اكتر، مالتيبل فايبرس ديسبليجيا، مالتيبل انكوندرومس اللي هي اسمها اولير ديزيز اند سو اون. بس نخلي بالنا برضو ان المالجنسي ممكن يميتاستاسايز او الليكيما تيجي مالتيبل، طبعا هندور ساعتها على الساينز اوف اجريسيفنس. طب لو مالتيبل اباف السن الكبير شويه 30 او 40، لا الميتاستاسيز هتاتي على راس القائمه، ولو كانوا سمول سكاترد ليجن مع شويه اوستيوبينيا يبقى المالتيبل مايلوما. فيرسس الحاجات اللي كملت معانا من السن الصغير للسن الكبير او بعض الميتابوليك كونديشنز زي البراون تيومر اوف هايبر بارا ثايرويديزم. وندي امثله، ده ليجن في الهاند، من اشهر الليجنز اللي تيجي في الهاند ويل ديفايند ليتيك اكسبانسايل هو الانكوندروما. طيب نتيجة ان هو كوندرويد حصل فيه كوندرويد كالسيفيكيشن، ده الكلام ده لو سوليتري. طب لو بقى مالتيبل في الهاند بقت ان كوندروماتوزس اللي اسمها اولير ديزيز. طب لو مالتيبل وفيها شوية كالسيفيكيشن جواها مفيش مشكلة، دي كوندرويد. طب الكالسيفيكيشن كان براها، اذا ده كالسيفايد فيليبولاي في هيمنجيوما، اللي يعمل هيمنجيوما وان كوندروما اسمه مافوشي سيندروم. فدي كده مالتيبل ان كوندروماتوزس، دي لوحديها اللي هي اكزوستوزس او اسمها اوستيوكوندروما. طب لو بقت مالتيبل، بقت مالتيبل اوستيوكوندروماتوزا او اسمها دايافيزيال اكليزيس. طيب ده مالتيبل ليجنز عامله سموث اندوستيال سكالوبينج جراوند جلاس ماتريكس اللي اسمها فايبرس ديسبليجيا بولي استوتيك، او عامله ديفورمتي اسمها شيفرد كروك ديفورمتي بتاعت العصايه بتاعت الراجل الراعي وكده. الحاجات دي معظمها ان تشيلدرن. طب لو لقينا في تشيلدرن في سكال ليتيك ليجنز، وده سكال اوف بيدياتريك، لازم نفكر في السينوفيليك جرانيلوما. طب المرض سكال ليتيك ليجنز في الدرلي، لازم نفكر في البون ميتاستاسيس. طب مالتيبل
سمول تقريبا اوف يونيفورم سايز لازم نفكر فيه برضو elderly multiple myeloma. يبقى الايدج والمالتيبليسيتي هتساعدنا في الدياجنوزس. طب دول مالتيبل سمول ليجنز along الميدالري كافيتي و ديستراكشن للكورتكس برضو بالليجنز دي على اندوستيل سكالوبينج على بايتس كده للكورتكس، يبقى دي الايه المنظر بتاع الموث ايتن بتاع المالتيبل مايلوما. اوكي نجمع كده اللي احنا خدناه ونقول ان السيستماتيك ابروتش اوف بون ليجن وذر بون تيومر او تيومر ميمكس اعتمدنا على ثم على الايج وناخد واحد من ثلاثه، هل اماتيور سكيلتون يعني فيه فايسز لسه ما لحمش ولا ماتيور سكيلتون ولا elderly بيرسون، ان الباترن اوف بون ديستراكشن تاني ثلاثه، هل انا شايف الليجن اذا فهو جيوغرافيك، هل الليجن عباره عن مالتيبل سمول ليتيك ارياز اذا فهو موث ايتن ولا مش شايف الليجن، ايه الديفايند لايسز الونج الكورتكس والونج الميدالا اللي هو البرمييتيف باترن. الثلاثه اللي بعد كده مكان الليجن في انهي عظمه، فين في العظمايه ايبيفيزيال ميتافيزيال، فين في العظمايه كورتيكال ولا جاكستا كورتيكال ولا ميدالري، الساينز اوف اجريسيفنس واكل العظمه من بره الكورتيكال ديستراكشن، عامل بيري اوستي رياكشن بره، عامل اكسترا اوستي سوبتش كومبوننت بره ولا من جوه، المارجن بتاعته عامله ايه، الزون اوف ترانزيشن سمول ولا نارو، الماتريكس اللي جواه اوستيويد ولا كوندرويد، وهل الليجن سنجل ولا مالتيبل. وبالتوفيق ان شاء الله.